بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. سفر أشعياء 49. اسمعي أيتها الجزائر واصغوا أيها الأمم من بعيد، الرب من البطن دعاني، من أحشاء أمي ذكر اسمي. هنا الابن يخاطب الآب، يعني الناسوت بيخاطب اللاهوت. عبثا تعبت، باطلا وفارغا أفنيت قدرتي، لكن حقي عند الرب وعملي عند إلهي. فيرد الأب على الابن قائلا: قليل قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أسباط يعقوب ورد محفوظية إسرائيل، فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. ومش بس كده، هيجيب لك كل الشعوب تسجد ليك زي ما في رسالة فيليبي الإصحاح 2. وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، لذلك رفع الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. معاكم سري. أنا شفت المسيح كتير، والنهاردة الجزء 45، صفانيا في قضاء ورجاء. ربنا عايز لي شعب، بيقول عنهم وعنك ليكونوا لي شعبا واسما وفخرا ومجدا. ربنا عايزك من شعب يكون ليك اسم، عايز يفتخر بيك ابنه ويكون ليك مجد منه، وعايز يفرح بيك وانت كمان تفرح بيه. سفر صفانيا، هنكمل الإصحاح الثاني. احنا شفنا قبل كده في الإصحاح الثاني دعوة للتوبة ومحاكمة فلسطين، والنهاردة هنشوف محاكمة مؤاب وعمون ومحاكمة كوش ومحاكمة أشور، ونكمل كمان النهاردة الإصحاح الثالث بنعمة ربنا. كلنا عارفين إن التاريخ كله ربنا هو صنعه، هو أساسه، هو اللي بيسمح للأشرار بتأديب أولاده إذا زاغوا عنه، لكن في حدود معينة. هو الأب اللي بيأدب ابنه الغالي على قلبه، لكن لو شمت بأولاده حد هو مش بيتحمل أي إساءة من أي حد على أولاده، فبيعاقبهم لو تعدوا الحدود المسموح ليهم بيها. النهاردة محاكمة عمون ومؤاب. عمون ومؤاب هم أبناء لوط وبناته اللي اتولدوا نتيجة مؤامرة بنات لوط على أبيهم، وكان لاستبقاء النسل لأنهم ظلوا إن مات كل الرجال ولا يوجد رجل غير أبيهم فقط. لوط معناها غطاء أو نقاب، بالعربي الملتصق ومتغطي بالطين. مؤاب أي من أبو العمونيين، هم أولاد بن عمي ابن لوط أي ابن شعبي، مع ملاحظة إن لوط لم يكن نبيا، ولو كان نبي فأين هي نبوته أو عمله النبوي؟ ناخد بالنا كمان من الحتة دي عشان احنا مع أولاد لوط. روحيا ان ابن شعبي اخد اب غير شرعي وهو ابليس، واتغطى بالطين وارتبط بالارض، بيعبر عن سقوط الانسان من الفردوس للارض، فاصبح لي صورة ابليس ابوه. هم دول العمونيين والمئوابيين، اي ان ابناء الجسد الغير منضبط ومتغطي بالطين ومرتبط بالارض ابنائه ملهمش اب شرعي، واكبر عدو للانسان جسده، ومصيبة اذا كان غير مروض ومنضبط. يعني الطبيعة الساقطة اللي لم تولد وتسند من الماء والروح بتفضل ابني غير شرعي لله، ومش هيدخل ملكوت الله، وهيفضل ربنا مخيف ليهم، فيحاولوا دايما يهربوا منه أو يفتكروا ويقنعوا نفسهم إنهم مع ربنا، والحقيقة هم أبعد من البعد عن إلهنا إله المجد. عمون ومؤاب على مر التاريخ كانوا بيحاولوا يوسعوا تخومهم على حساب شعب إسرائيل، فيضعهم الله تحت التأديب لأنهم يسخرون ويشمتون في عجرفة وكبرياء بالشعب اليهودي أثناء تأديبه، ويجدفوا على إله إسرائيل العلي، وظنوا أن إله إسرائيل لا يسمع ولا يقوى على مقاومتهم. افتكروا نفسهم أقوى من ربنا، وحط رأسهم برأس الله وأعلى منه كمان، عملوا زي إبليس أبوهم اللي اتكبر على ربنا فسقط. هو ده كل إنسان بيمشي بهواه وينسى وجود الله، ولا يقبل المسيح مخلص، ويفتري على ربنا وعلى أولاده، والأكثر كمان يتآمر عليهم.
عمون ومؤواب من الناحية الروحية هما اتولدوا بالتآمر ويمثلوا المؤامرة ومتخصصين فيها، وهؤلاء هم الرؤساء عند إبليس وكل حياتهم في الكتاب المقدس. هم شعب يستعمل المؤامرة ضد شعب إسرائيل بصفة مستمرة، وبنسائهم يستعملوا المؤامرة والإغراء ليسقطوا شعب إسرائيل. وشفنا ده في ميخا 6-5 ونحمية 13 وعدد 25 وملوك الثاني 3 وعدد 22. إلههم ملوك وكموش. ملك اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، لكن كموش زيه بس راسه راس عجل وجالس على عرش مجوف يقدم به الأطفال والشباب ذبيحة إنسانية، وما يصدقوا يغتصبوا وينهبوا أرض بني إسرائيل أو أي شعوب هم عايزينها، بس هم دايما كانوا بيركزوا على أرض بني إسرائيل. في مزمور 83، اللهم لا تصمت لا تسكت ولا تهدأ يا الله، هوذا أعداؤك يعجون ومبغضوك قد رفعوا الرأس، على شعبك مكروا مؤامرة وتشاوروا على أحميائك، لأنهم تآمروا بالقلب معا عليك تعاهدوا عهدا. خيام أدوب والإسماعيليين، مؤاب والهاجريون، جبال وعمون وعماليق، فلسطين مع سكان سور، أشور أيضا اتفق معهم، صاروا ذراعا لبني لوط. ومين هم بني لوط؟ مؤاب وعمون، يعني الشعوب دي كلها كمان في وقت من الأوقات كانوا ذراع لبني لوط. في طبعا المؤامرة على الشعوب، الرب أبطل مؤامرة الأمم، لاشى أفكار الشعوب، المبطل أفكار المحتالين فلا تجري أيديهم قصدا. ها إنهم يجتمعون اجتماعا ليس من عندي، من اجتمع عليك فإليك يسقط. في كمان الآية المحفوظة، كل آلة صورت ضدك لا تنجح وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه، هذا هو ميراث عبيد الرب وبرهم من عندي يقول الرب. وكل الآيات دي بتوضح المؤامرة وبتوضح الشعب ده كان ازاي. فيكون الحكم عليهم ايه؟ يصير مصير المئوابيين والعمونيين كمصير سدوم وعمورة، حيث تنتهي كل ذكرى لهم وتتحول بلادهم لخراب بلا ساكن، أرضهم تصدر القراص. وطبعا هو نبات زوبر شائك عوض عن الحنطة، وينابيعهم تصدر مياه شديدة الملوحة عوضا عن ينابيع المياه العذبة. هم رفضوا ينبوع الماء الحي فيصيرون غنائم لإسرائيل، لكن ده بعد تأديب إسرائيل. وكل ده في حاجات كتير هتكون في أواخر الأيام. الرب مخيف إليهم لأنه يهزل جميع آلهة الأرض، فيسجد له الناس كل واحد من مكانه كل جزائر الأمم. ودي طبعا مذكورة في سفر صفانيا الإصحاح 2:11، إن كل الأمم بعد ضد المسيح هتسجد للمسيح إلهنا، وهيعرفوا إن هو المسيح المنتظر. المحاكمة الثانية هي محاكمة كوش. احنا كلنا عارفين ان الكوشيين في جنوب مصر ومعروف عنهم، وهل يغير الكوش جلده؟ وده بيعبر عن الانسان اللي ما يقدرش يغير نفسه، لكن الله قادر على تغييرهم. وانتم ايها الكوشيون قتل سيفيهم، يعني تأديب هيكون بحروب اهلية وصراعات داخلية وحروب عامة. المحاكمة الثانية هي محاكمة أشور، يمد يده على الشمال ويبيد أشور ويجعل نينوى خرابا يابسا كالخفر. أشور احنا عارفين عاصمتها نينوى، وكانت مشهورة بقصورها وأعمدتها العظيمة، كانت مبتهجة مطمئنة في كبرياء مستريحة، كانت مملكة عظيمة ومبانيها فخمة وليها أعمدة مكللة بتيجان، لكن هتخرب وتبقى قفر ومش هيكون فيها طير وتصبح مربض للحيوانات. وبكده انتهى عقاب ودينونة الأمم بنهاية الإصحاح الثاني من سفر صفانيا. بينا على الإصحاح الثالث وشوف ربنا عايز يقول لنا من خلال الإصحاح ده إيه. بيبدأ الإصحاح ده بيوم جديد، يوم يبدأ بمساء ثم صباح جديد، أجمل صباح مكلل بالمراحم الإلهية. الإصحاح الثالث بينقسم قسمين، دينونة أورشليم والقضاء والبركة والرجاء للأتقياء. بينا على دينونة أورشليم من عدد 1-8.
ويل للمتمردة المنجسة، المدينة الجائرة لم تسمع الصوت، لم تقبل التأديب، لم تتكل على الرب، لم تتقرب إلى إلهها. رؤسائها في وسطها أسود زائرة، قضاتها ذئاب مساء لا يبقون شيئا إلى الصباح، أنبياؤها متفاخرون أهل غدرات، كهنتها نجسوا القدس خالفوا الشريعة. هنا في رباعيتين مهمين جدا. عايز أسأل أورشليم، أين أنت يا أورشليم يا مدينة الملك العظيم؟ يا مدينة الهيكل، يا أيتها المدينة التي اختارها الله ليحل باسمه فيها، يا فخر الأراضي، يا من قال ربنا عن أرضها أرضي، يا مدينة الملوك والكهنة، يا مدينة الأعياد والمواسم. طيب، ما هو مرض أورشليم وما سببه في سفر صفانيا؟ أولا في سفر حبقوق قال لنا إن هذه المدينة سبب مرضها إنها جمدت الشريعة، وتقال عليها في صفانيا متمردة منجسة، المدينة المنجسة الجائرة أو الظالم. طيب، إيه سبب المرض أورشليم في سفر صفانيا؟ إيه أول فشل كان رباعي؟ لم تسمع الصوت، لم تقبل التأديب، لم تتكل على الرب، لم تتقرب إلى إلهها. يا ترى إحنا، هل إحنا بنطيع الوصايا ونطيع طبيبنا الشافي؟ هل بنتكل على ربنا وهل هو يعجز عن تسديد احتياجاتنا؟ ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر زراع وعن الرب يحيد قلبه، ومبارك الرجل الذي يتكل على الرب وكان الرب متكل. هل تقبل التأديب والتنقية بشكر؟ هل نقترب إلى الله بالحب والصلاة؟ تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا أنفسهم أبارا، أبارا مشققة لا تضبط ماء. وفي سبب كمان لمرض أورشليم، وده فشل الرباعي الثاني. رؤسائها في وسطها أسود زائرة، قضاتها ذئاب مساء لا يبقون شيئا إلى الصباح، أنبياؤها متفاخرون أهل غدرات، كهنتها نجسوا القدس خلفوا الشريعة. طبعا ده كان في أيام في النبوة القريبة، كانت في وقت النبي صفانيا، والنبوة البعيدة عن ضد المسيح في آخر الأيام هيكون ضد المسيح كالأسد في الشراسة والإفتراس والقسوة، والنبي الكذاب غشاش وغادر وخاين، والقضاء كالذئاب في النجاسة والشراسة، ويحبوا الظلام ليأكلوا فسريستهم قبل الصباح، والكهنة هيخالفوا الشريعة وينجسوا القدس، كلهم استهانوا بالقدس وتطاولوا على القدوس. ربنا ديان عادل لا يقبل الظلم، وكل حكم كان على أورشليم عدل. ترقبوا حكم الله العادل عليكم في كل صباح. النفوس التايبة بتقول مع أربية النبي مراحمه لا تزول جديدة كل صباح، والمعاندون بيستنوا التأديب الإلهي في كل صباح. الرب عادل في وسطها لا يفعل ظلما، غداتا يبرز حكمه إلى النور لا يتعذر. أما الظالم فلا يعرف الخزي. قطعت أمما، خربت شرفاتهم، أقفرت أسواقهم بلا عابر، دمرت مدنهم بلا إنسان بغير ساكن، فقلت إنك لتخشينني تقبلين التأديب فلا ينقطع مسكنها حسب كل ما عينت عليها، لكن بكروا وأفسدوا جميع أعمالهم. ربنا بيتكلم معانا بلغتنا. هو قدم لشعبه مثلا بالأمم المحيطة، كان يتوقع منهم إنهم يخافوه ويتكسفوا على دمهم ويفهموا ويقبلوا تأديبه ويرجعوا ليه، فلا يحل الخراب اللي اتكلم بيه عليهم. فمع تهديدهم بالخراب كان يتمنى إن هم ما يسقطوش فيه بل يخلصوا منهم، فهدد بالأنبياء إنهم سيقطع عنهم المسكن أو يزيلوا من أورشليم، لكن بتهديده كان بيتمنى ألا يزيلوا ويرجعوا إليه. ولسه ربنا بيكلمنا إحنا كمان وعايزنا نرجع ليه قبل ما يبدأ في القضاء، بس واضح إن إحنا كمان مش فاهمين أو مش عايزين نفهم. ويكمل ربنا ويقول لذلك فانتظروني يقول الرب إلى يوم أقوم إلى السلم، لأن حكمي هو بجمع الأمم وحشر الممالك، لأصب عليهم سخطي كل حمو غضبي، لأنه بنار غيرتي تؤكل الأرض. ببساطة سيبيد كل من أهان اسمه وتطاول عليه،
هيحرث الأرض المنجسة ليعيد زراعتها ويعيد ليها بهجتها، هيجمع الأمم لمعركة هرمجدون وينزل عليهم بسخطه، ويبدأ يعيد للأرض فرحتها وبهجتها. يوم الحشر يحشرهم للدينونة: التفتوا إلي وأخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر، يقول الرب. بيكلمنا عن خطته حتى في لحظات غضب. عايزنا ننتظر أزمنة المجد القادمة بعد العقوبة أو التأديب على كل الأمم. تأكل غيرته الأرض ليقيم مملكته السماوية، ففي غيرته الجميلة مش بيطلب دمار الناس ولا، لكن دمار للشر وكل ما هو أرضي فيهم. عايز يجهزهم هيكل مقدس ليه، يحمل سمات سماوية مقدسة. ولو مفيش أمل في حد معين، بينتظر الأمل والرجاء في أولادهم اللي بيجوا بعديهم. الجزء الثاني من الإصحاح هو البركة والرجاء للأتقياء. طيب، ربنا كان بيعاقب ويحاكم، هو هيعاقب ويحاكم ليه؟ لأني حينئذ أحول الشعوب إلى شفة النقية ليدعوا كلهم باسم الرب ليعبدوه بكتف واحدة من عبر أنهار كوشا المتضرعون إلي متبددية يقدمون تقدمتي. كنت يا بابل عايزة يكون ليكي اسم وبرج عظيم من أول الأيام، راسه في السماء، لكن أصلك مش عارفة إن مفيش غير اسم واحد فوق كل اسم يقدر يوحد ألسنة الشعوب ويرجع ليهم لسان واحد للتسبيح، ويكرموا إلهنا في كتف واحد وفي صف واحد وبدون خلاف. هو اسم يسوع المخلص، ما فيش غيره. أقوم إلى السلب. بعد التأديب الحازم للأمم يرجع بغنائم النصر على إبليس وهم الأمم المؤمنين به، فتصير الأمم والشعوب غنائمه المفرحة لقلبه، ويعلن عن قيام أورشليم المقدسة العابدة لإلهنا. يجعل كل الأمم تقدم ذبيحة الصلاة والتسبيح بشفة، يعني بلغة نقية، بلغة الروح الواحد في المسيح يسوع، تجتمع من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها، تتعبد ليه بروح سماوي مقدس وقلب واحد وفكر واحد. ومع اللي تشتته يرجعوا كلهم في آخر الأيام ومن كل مكان هيعبدوا الرب إلهنا بنعمته. أمين. هل ربنا محتاج مننا عبادة؟ أبدا. ربنا كامل في كل شيء في ذاته، وعنده ملايكة وسمائيين بما فيه الكفاية، بس هو عارف إن إحنا عمرنا ما هنكون كويسين مع بعض من غير وجوده في وسطينا، وعايزنا نستمتع كمان بوجوده معانا، ومش بس معانا، جوانا، لأن هو النور والحكمة والنعمة اللي جوانا. ومش بس جوانا، إحنا نبقى جواه، يعني جوه حضوره. ومش بس كده، ده عايزنا كمان شركاء الطبيعة الإلهية. ربنا عايز مصلحتنا وفرحتنا ومن مجد المجد. في ذلك اليوم لا تخزين من كل أعمالك التي تعديت بها علي، لأني حينئذ أنزع من وسطك مبتهجي كبريائك. لن تعودي بعد إلى التكبر في جبل قدسي، وأبقي في وسطك شعبا بائسا ومسكينا فيتوكلون على اسم الرب. ربنا ينزع الكبرياء من وسط الشعب، لأن الكبرياء خطيط إبليس ويقاوم الرب المستكبرين، وبيبقى من الشعب المتواضعين المساكين. وطوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، المفتخرون بالرب واتكالهم على ربنا، وبيعبدوا ربنا بحب وبساطة، متكلين على عمله وترتيباته هو وغناه هو، لكن غير متواكلين عليه. وده الفرق. بقيت إسرائيل لا يفعلون إثما ولا يتكلمون بالكذب ولا يوجد في أفواههم لسان غش، لأنهم يرعون ويربضون ولا مخيف. ترنمي يا ابنة صهيون، اهتف يا إسرائيل، افرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنة أورشليم. قد نزع الرب الأقضية عليك، أزال عدوك، ملك إسرائيل الرب في وسطك. لا تنظرين بعد شرا، ملك إسرائيل الرب في وسطك. أمين. انتهى التأديب، أزال عدوك اللي هو التنين وضد المسيح والنبي الكذاب. ملك إله إسرائيل في وسطكم، الرب يسوع المسيح هو في وسطها يرعاها ويحميها. هنا عصر السلام وأزمنة رد كل شيء. الرب إلهك في وسط الجبار يخلص،
يبتهج بك فرحا يسكت في محبته، يبتهج بك بترنم. ربنا بيفرح بالأمة وهو جبار في خلاصه وتأسيس ملكوته ويريح شعبه. لما مات على الصليب بقوة، وقوة عمل الصليب كانت إذ جرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. الله جبار يعمل دائما لخلاص الأمة اليهودية والأمم وكل الشعوب. هو جبار في خلاصه. ترنمي يا ابنة صهيون، يحل الله في وسطها لا ليملأها فرحا فتسبحه فحسب، بل يجعلها تسبحة، تسبحة حب مفرحة. الرب إلهك في وسط الجبار يخلص، يبتهج بك فرحا. هو فرح العريس بعروسه، هو يسكت في محبته أي لا يوبخ من أجل خطاياها. يبتهج بك بترنم، يفرح بسبب التوبة. يعني في الخلاص ده مش إحنا بس اللي بنفرح بربنا، لا ده ربنا نفسه اللي بيفرح بينا، وفرحته بينا بتبقى أكبر كتير صدقوني من فرحتنا إحنا بيه. هو بيعتبرنا جسده وإحنا فعلا جسده. أجمع المحزونين على الموسم كانوا منك حاملين عليها العار، ها أنا دا في ذلك اليوم أعامل كل مذلليكي، وأخلص الظالعة وأجمع المنفية، وأجعلهم تسبيحة وإسما في كل أرض خزيهم. في الوقت الذي فيه آتي بكم وفي وقت جمعي إياكم، لأني أصيركم إسما وتسبيحة في شعوب الأرض كلها، حين أرد مسبيهيكم قدام أعينكم، قال الرب. شايفين الجمال؟ الرجاء الأخير وإنشودة الفرح والأمجاد، إحنا حاملين عار الصليب مع المسيح، لكن بعد زمان الضيقة إذا كنا الآن محزونين حاملين عارنا على الصليب، نشتم ونهان ونعيط ونطرد ونرحل، حتى لو حرمنا من الفرح والبسمة والراحة وممكن من الحياة في استشهاد من أجل المسيح، لكن سيزيل مذلليكي ويجمعنا ونشبع بالنعمة بالمسيح ونفرح في أعياد، ويحول الأحزان والألام لأفراح وأمجاد لا تنتهي، ونلبس التيجان منتصرين ونراه فرحين، وندخل بيت الآب ومعاه في العرش جالسين غالبين إلى أبد الآبدين، أمين. نلخص سفر صفانيا الإصحاح 3، بيتكلم عن يوم الرب واليوم مساء وصباح، يتكلم عن مساء القضاء وصباح البركة للأتقياء، يجمع ويرحم ويخلص شعبه ويرجعه إليه بالتوبة والأفراح، بيفرح ربنا بيه وهم كمان. الجزء الثاني بقى النهاردة، هل ربنا هيغرق الأرض؟ لما بنحزن قلب ربنا بخطايانا ونجاساتنا وناس تطاول عليه وينسبوا ليه النجاسة كمان، ربنا لأنه قدوس بيدينا ظهره ويرفع ستره من علينا، فبيستلمنا إبليس وهو ما يصدق، بس يعمل في العالم كل اللي انتم شايفينه حاليا، زلازل وفيضانات وأعاصير وحرائق للغابات وحروب، دمار وخراب في كل مكان، ويا فرحة إبليس وهناب الخراب والحروب، وكله بسبب شر الإنسان، ومحتاجين نرجع لربنا ونتوب. ده كل اللي محتاجينه، إن الإنسان يرجع لربنا. ارتفاع المياه هو ارتفاع مياه الشر في العالم، من أصوات مياه كثيرة، من غمار أمواج البحر، الرب في العلا أقدر. وتاني صوت الرب على المياه، إله المجد أراد، الرب فوق المياه الكثيرة. على المياه في العبري يعني ضد المياه الكثيرة اللي عايزة تغرق الأرض بفعل إبليس. ربنا ضد كل عمل شرير، لكن لازم نصلي عشان ربنا يتدخل ويمد إيده، هو مستني طلبك، وربنا ما بيصدق إنك تطلب منه أي حاجة، وكل اللي انت عايزه ربنا بينفذه لنا. الرب بالطوفان جلس، ويجلس الرب ملكا إلى الأبد. ربنا وعد نوح إنه مش هيضرب الأرض بالطوفان، وطوفان بالعبري يعني بابول، أي ما يهلك ويدمر كل ما هو على الأرض. كلمة الطوفان تتحدث على طوفان حقيقي، الرب بالطوفان جلس. الجملة دي بالعبري الرب للطوفان جلس، للطوفان جلس، أي واجه هذا الطوفان ليوقفه ويجلس عليه ويقضي عليه ويتسلط عليه.
بتبقى الآية الرب جاي ليتحكم في هذا الطوفان ويهدئ عمل المياه الشريرة اللي بيطلقها إبليس على الأرض. ودي ناخد بالنا منها إن في جاي حاجات كده كتير بس مش للأرض كلها مرة واحدة. عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب، أنت ستر لي من الضيق تحفظني، بترنم النجاة تكتنفني. هو هنا بيتكلم عن طوفان في آخر الأيام، ربنا هيسترك، وده معنى اسم صفانيا، وفي الضيقة العظيمة يحفظك، والتسبيح والترنم هو أداة النجاة من المياه، وخلاص يسوع هيحوط بيك. وسلاح، سلاح هي البتراء وقت الهروب من ضد المسيح، أي لن تتمكن المياه أن تصيب الأتقياء ولا تمسهم، أي لن تلمسهم بالعبر، بيقول مياه الشر لا تلمسهم. يعني حتى لو المية عليت، حتى لو في طوفان، أولاد ربنا مفيش مية هتقدر تلمسهم. عشان كده ربنا حب يعلمنا مع بعض، لما كنت موجودة جوه المية وكأني جوه غواصة ولم تلمسني المياه الكثيرة، لأن خلاصنا وساترنا اسم يسوع. واللي يسيب يسوع ويعتمد على نفسه ربنا يسترها عليه. المياه الكثيرة هتكون آخر سلاح في يد التنين في آخر الأيام، بس مش فيضان عام على كل الأرض، لكن دولة دولة وأماكن مختلفة في أوقات مختلفة. مثلا في نحوم واحد كان بيتكلم عن نينوى العاصمة، ولكن بطوفان عابر يصنع هلاكا تاما لموضعها وأعداؤه يذبحهم ظلام. ده ربنا ماشي على المية ومستني أي حد يقول له يا يسوع ارحمني واغفر. وكلمة السر اسمه العظيم يا يسوع، لأني معناها مخلص، هو اللي هيخلصني. أول ما تنطق اسمه أنت بتشل عمل إبليس وتوقفه عند حدوده، ويسترك اسم يسوع. اسم الرب برج حصين، يرقد إليه الصديق ويتمنى، يتمنى يعني يتحصن ويستر عليه ويحتمي فيه ويحفظه. مفيش أسهل من ربنا. إذا اكتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلدغ، واللهيب لا يحرقك. ده وعد ربنا لينا لأنه معانا. امسك في هذه الوعود واحفظها، احفظ الوصية، تحفظك الوصية. لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك، أنت لي. في أحلى من كده؟ أنتم شهودي يقول الرب، وعبدي الذي اخترته، لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا إني أنا هو. قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون. أنا الرب وليس غيري مخلص. أنا أخبرت وخلصت وأعلمت وليس بينكم غريب. وأنتم شهودي يقول الرب وأنا الله. أيضا من اليوم أنا هو، لا منقذ من يدي، أفعل ومن يرد. إلهنا عظيم، إلهنا قادر، إلهنا فوق الكون وفوق كل حاجة، هو الله وليس غيره. ثقوا في إيمانكم، وثقوا في النعمة اللي موجودة معاكم، وثقوا في محبة، ثقوا في محبة ربنا ليكم، إن ما فيش حاجة في الدنيا تقدر تمسكم، بس إحنا اللي ما بنطلبش. ربنا واضح وأخبرنا وبيجهز كنيسته لآخر الأيام. من فضلك اوعى تكون زي الدور في الساقية الزمنية والدور مع الأحداث الصعبة اللي بتشوفها وعيشها، وتنسى إن ربنا بيديك نعمة خاصة للأزمنة قبل الزمن. من فضلك خد بالك وما تنساش نعمة ربنا اللي معاك، استعملها. ربنا بيجهز شعبه بنعمة خاصة قبل الأحداث، وليق موقع روحي وزمن روحي في سفر الحياة وفي هذا الزمان قبل التاريخ الأرضي. ما تبقاش ذهب عايش بين الحديد والطين، اوعى تكون من الرمال في البحر. وخد بالك ده البحر ملوش قرار. لما ربنا ظهر ليعقوب كان بيفكروا أنا إله إبراهيم وإسحاق أبوك، وفي عهد بيني وبينك، وفيه من نسلك جاي ملوك، والنهاردة أنا إله العذراء مريم والقديسين والمفديين أنتم، إله الخلاص والعهد اللي بيني وبينك، وما بخلتش عليكم بدمي، وعهدي ممضي بدمي السمين يقول الرب. وإنت هتمضي العهد ده بشهادتك لربنا وحتى الدم.
وليس بأحد غير الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، هو اسم يسوع. ربنا عايزنا نكون نسمع خير ونركز في الصلاة، واقفين من أجل العالم قدام ملك الملوك في نضوج ومسؤولية وتكليف. عايزين ننفض التراب ونتحرك في أفعال روحية من أجل العالم كله. خد بالك أنت هتتحرك من أجل نفسك ومن أجل بيتك ومن أجل أولادك ومن أجل الناس اللي حواليك ومن أجل البلد اللي أنت فيها، وممكن من أجل العالم كله. أنتوا النور اللي موجود في العالم وموجود في كل مكان، وإوعوا تنسوا الكلام ده. اسمحوا لي أرفعك سبحك وباركك، أشكرك يا إلهي العظيم ومجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إلهي العظيم القدوس. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي. لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة. لك يا رب كل كرامة وسيادة ورئاسة وسلطان. لك الحكمة والغنى والقدرة. لكل شيء يا إلهي العظيم القدوس الحي الأزلي الأبدي. آمين.